ككثيرات من نساء العراق، وجدت حليمة ابنة محافظة القادسية نفسها في مواجهة حياة قاسية لا ترحم، فلم تستسلم لظروفها أو تركن إلى ضعفها أمام مطالب أبنائها الذين فقدوا الأب، فصارت أمهم أباً ومعيلاً لهم. قطعة من الأرض الزراعية تمتلكها حليمة في قريتها، قررت أن تخرج من ترابها قوتها وقوت أبنائها، فراحت تحرث الأرض وتزرعها لتجني منها محاصيل تبيعها لتحصل على مبالغ قليلة من المال تعينها على صعوبات الحياة. طموح المرأة أكثر من الرجل يكون. المرأة دائما بيت، زوج، أطفال، يعني ذني كلهن وأضافة لها وظيفة. يعني كيف يحسبون المرأة ما لها دور بالحياة؟ بالعكس، الدور للمرأة أكثر من الرجل. عملت حليمة في زراعة أرضها فأبدعت وأنتجت أنواعا جديدة من المحاصيل لم تنتج من قبل في العراق، وطورت من عملها الزراعي فقللت من استخدام الأسمدة الكيماوية حرصاً على الصحة العامة. أنا زرعت البيت أول سنة طماطم وكان بالأسمدة. ثاني سنة طورت زراعتي خليتها بدون أسمدة، لأن عرفت بعدين الأسمدة الكيماوية تأثر على الإنسان هواية، فحاولت أصنع بالأسمدة العضوية لأن إحنا بلد تعبان من الحروب. ورغم معاناتها في ممارسة العمل الزراعي من أجل إعالة أبنائها، إلا أن حليمة تبقى بعيدة عن أي مساعدة حكومية تعينها على مواجهة ظروفها المعيشية الصعبة، لتظل هي المعيل الوحيد لأسرتها في بلد يتحدث سياسيوه كثيراً عن خدمة العراق والعراقيين.